نتكلم عن مشكلة ارتجاع القذف، يعني حق الأشخاص اللي عندهم لما يقذفون السائل المنوي ما يطلع لبرا، يدش داخل المثانة، وراح نتكلم عن حل من حلول هذه المشكلة إذا العلاجات الدوائية ما حسنت المشكلة. فالمشكلة وين تصير؟ إذا الشخص يبي بعيال يجامع زوجته يقذف ما يطلع ويا حيوانات منوية، وين الدش داخل المثانة، ولما يبول يلاحظ الشخص أن لون البول خابط، فش نسوي بهالحالة هذه؟ أول شيء خليني أشرح لكم بشكل مبسط شلون تصير المشكلة وليش، وبعدين نتكلم عن الحل اللي قاعد أكلمكم عنه. ما تعرفون هذه المثانة عندنا اللي هي تعتبر المخزن للبول، هذا مجرى البول مكان ما يطلع البول. انزين، عندنا الفتحة الصغيرة تعتبر القناة القاذفة، الإنسان يقذف هني وتطلع في مجرى البول ويطلع السائل المنوي برا. المنطقة هذه اللي فوق مجرى القذف تتسكر لما الإنسان يقذف، ولكن في أشخاص عندهم لأي سبب من الأسباب العملية هذه تكون فيها خلل، فما يصير انقباضات في عنق المثانة، فالمني نفسه بدل ما يطلع معنا برا يدش داخل المثانة، فالإنسان لما يبول يحس أن البول لونه خابط لأنه في سائل منوي. في بعض الحالات شنو نسوي؟ نقول حق الشخص نعطيه أدوية نقلل من حمضية البول لمدة 3 أيام، وبعدين عقب القذف نقول له يبول في عبوة ونحاول نستخرج الحيوانات المنوية من البول. ولكن العملية هذه أو الحل هذا مو دائما ينفع، وفي بعض الحالات تطلع الحيوانات المنوية ميتة بسبب ضرر البول نفسه على الحيوانات المنوية. فشنو ممكن نسوي؟ اللي نسويه إنه نجيب المريض نحط له قسطرة، القسطرة نحطها لداخل المثانة، ونحط له مادة، المادة هذه تغلف المثانة وتحافظ على الحيوانات المنوية، هي بالعكس تساعد الحيوانات المنوية. عقب ما نحط له المادة هذه داخل المثانة أشيل القسطرة وأقول حق المريض يروح يستمني ويقذف. طبعا لما يقذف هو عنده ارتجاع، فالمني وين راح يدش داخل المثانة، فنقول له يبول المادة هذه. عقب ما يبولها نستخرج الحيوانات المنوية من المادة هذه اللي هو بالها أساسا، ويستخدمونها في عملية أطفال الأنابيب. هذا حل من الحلول ان احنا نستخرج الحيوانات المنويه من غير عمليه جراحيه. اذا فادت ما فادت هالطريقه، الطريقه الوحيده اللي باقي قدامنا ان نستخلص الحيوانات المنويه عن طريق عمليه جراحيه من داخل الخصيه، وكل الحالات هذه لازم يستخدمون الحيوانات المنويه في اطفال انابيب، ما ينفع ان يستخدمونها في تلقيح صناعي، لان عدد الحيوانات المنويه غير كافي وجودتها اساسا غير كافيه في التلقيح الصناعي. فالحل الوحيد يكون عن طريق اطفال الانابيب.